كوب زيت وحطيت عليه ماجي وحطيت عليه فلفل اسمر وشويه ملح وشويه بابريكا وشويه كركم وشويه زعفران وقلبتهم كويس. جبت الفراخ بتاعتي كنت غسلها ومنضفها كويس ومفتحها من البطن ومن الجناب وتبلتها تتبلتين كويسين كده، ورحت جاي مدخلهم الفرن عشان اسويها نص تسوية، ورجعت اعمل الرز بتاعي زيت وتوم وجنزبيل وبصل ابيض وليمون ناشف وعدان قرفة وحبتين قرنفل وقلبتهم تقلبتين تلاتة. بعد كده نزلت عليهم بالماء وتبلت بيه ماجي وملح وفلفل ابيض وقلبتها تقلبتين لحد وغطيتها وسبتها تغلي معايا. واول ما غليت معايا كنت مجهز الرز بتاعي وغسله ونعه في المية شوية، وبعد كده نزلت بمقدار المية بتاعتي بعد ما حطيت الرز في الحلة، وقعدت اشيل في البهاريز بتاعي ومش عارف اجيبهم بالمعلقة فجبتهم بالمصفى، ورحت جاي مقفل على الحلة بتاعتي بالفويل كام تقفيلة وحكمت عليها كويس جدا، وعجبت السكينة وخرمت تخرمات كتير وقعدت اخرم 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 لحد ما لقيت نفسي خرمت الحلة كلها، ورحت جاي جايب الفراخ وحطيتها على الحلة من فوق زي ما احنا شايفين، وجبت شوية الجوس والبهاريز دول اهم حاجة ونزلت بيهم على الفراخ. اقفلها ونحطها على النار، وعلى ما تستوي معايا هنقول كلمتين ليكم. مندي اصله يمني، كلنا عارفين ان هو اصله يمني ومشهور جدا في دول الخليج ودول العرب. الطريقة الأصلية للطريقة اليمنية هي عبارة عن فرن محفور بينزل في حلة كبيرة فيها الرز وعليها شبكة من فوق مخرمة وعليها الدجاج أو اللحم بيحطوهم الاتنين مع بعض، والجوس بتاع اللحم والفراخ بينزل على الرز وبيدي نكهة عالية جدا جدا جدا، وبيتقفل عليها بفرن محكم من فوق. هنجتهد وهنحاول ان احنا نعمله بنفس الطريقة بفكرة بسيطة وسهلة نقدر ان احنا نعملها في البيت. لانها وشيكت على المندي بتاعي لقيته لسه ما استواش، وقلت اعمل الصوص. نزلت بطماطم وليمون وفصين توم ونزلت بشطه ونعناع، وبعد كده بلت ملح وبابريكا وكمون، ونزلت بشويه زيت زيتون وشويه ميه، وبعد كده قفلت على المكسر ورحت جاي ضارب الصوص بتاعي لحد ما بقى جاهز معايا. ورجعت كشفت على الحله بتاعتي حله المندي بعد نص ساعه لقيتها استوت معايا، ولقيت الفراخ شكلها جميل والرز طلع معايا اجمل واحلى وشكله اروع. وكشفت على حله الرز وقلبتها تقلبتين ثلاثه، وبعد كده رجعت بالفراخ حطيتها تاني في قلب الحله، وقلت اعمل التكه الاخيره اللي هتخلي الايتمز بتاعي اطعم والذ، ونزلت بسنه الفحم سنة زبدة وقفلت عليه ودقيقة واحدة وكشفت الطبق وبقبت في الطبق بتاعي. ويلا بقى انا تعبت من كتر الكلام، ما تنسوش كتروا من اللايكات والشير وكومنت حلو زيكم، والقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.